مباشرة على الهواء نتابع مشاهدينا هذه الحلقة، ومعنا مباشرة اتصال من رئيس الحكومة السابق الرئيس سعد الحريري. مساء الخير دوت الرئيس وتعازينا القلبية لك. مساء الخير هذا مشهد عند عائلة مع الوزير محمد شطح اللي هو أخ وصديق وطالما يعني عشنا سنين نحن وياه ونشتغل وكان إنسان دائما يعني يحب الحوار والمعتدل ودائما كان يحث الجميع على إنه يلاقي وسائل وحلول المشاكل اللي عندنا إياها والشيء اللي عند مرته وأولاده اللي كان دائما يحكينا عنه ودائما بحكي قديش هو تعلم فيهم وخسارتهم اليوم ما بتتعوض، بس نحن كلياتنا جنبه ونحن بنعتبرهم نحن وياهم عائلة واحدة، اللي أصابهم أصابنا وأصاب كل لبنان. اللي حصل اليوم جريمة كبيرة، والجريمة مش مثل كل الجرائم، لأنه يعني استهداف محمد صبح اللي كان يعني رأس المحاور للاعتداد وكان دائما يعني يحسنا جميعا أنا ولا دولة الرئيس فؤاد السنيورة ولا كل كوادر تيار المستقبل، إلا أنه نوجد وسائل لأنه بالآخر نحن عايشين تحت سقف واحد. سمعت كثير اليوم منه لوين رايح البلد، نحن رايحين مسيرتنا معروف واتجاهنا معروف، اللي عمله محمد والشغل اللي قام فيه مش حيوقف، مثل ما مش حيوقف مسيرة رفيق الحريري، حيقتلوا فينا قتلوا فينا ويمكن يقتلوا بعد، ونحن ما حنوقف، حنكمل هالمسيرة لأنه إيماننا بلبنان إيمان كبير كثير، وإن شاء الله الأيام اللي يعني حتجي يمكن صعب الواحد يقول أو يوجد الأمل، وسمعت راني إنه يمكن لبنان أقول إنه هلا ما بشوف إنه في حل، الحل يمكن بيطلع بأحلك الظروف، إن شاء الله لبنان بيتعافى ونشوف هالبلد مثل ما كان يحلمه محمد شطح، مثل ما كان يحلمه ياد جميل، ولا مثل ما كان يحلمه رفيق الحريري. أنا برجع بعزيكم جميعا، بعزي صديقه نديم كمان أيضا وست ماي والجميع اللي قاعدين وعائلته الكريمة لمحمد شطح، هذا شهيد لبنان شهيد كل اللبنانيين واللي عم يتكبر علينا وعلى جميع اللبنانيين، ما حيوصل لمحل ما بده، بالاخر حيوقع ويفك رقبته. نحن مش يعني مش حبتين ولا حن يعني حنستسلم. محمد ما استسلم، رفيق الحريري ما استسلم، ياد جميل ما استسلم، ثروة الأرز كل ما حتستسلم، وسعد الحريري ما حيستسلم. حنكمل هالمسيرة يا بولا، وبقول لكل مناصرينا كل تيار المستقبل الصبر والحكم هي السبيل الوحيد لحتى نوصل للي بدنا اياه. العنف والغضب، الغضب موجود حيضله موجود، والقلب المكسور حيضلنا مكسور، بس الحكمة لحتى نرجع نبني لبنان مثل ما كنا نحلم فيه كلنا جميعا، مثل ما بيحلموا فيه كان الله يرحمه محمد والوالد، نحن إن شاء الله حنوصل. ستنين عبدالله أمين على الحلقة. تفضل. ستنين عم بتقلك أمين شيخ سعاد، ونحن بدنا نشكرك على هذه المداخلة، بنعرف قديه مصابك أليم،
بهيدي اللحظة مستشارك أقرب الناس لإلك كان متوجه إلى منزلك في بيت الوسط، بعتقد كل اللي كانوا مجتمعين اليوم بيت الوسط مشاريع شهداء ربما، يعني بعتذر من عائلاتهم بس هيدا واقع صرنا عايشينه بمأساويته وبشاعته بشكل يومي. البعض اعتبر دولة الرئيس أنه هاي رسالة لك كي لا تعود إلى لبنان، وصلتك الرسالة؟ لا حاول إن شاء الله بين ناسي وبين اللبنانيين بالوقت اللي بشوفه أنه لازم أعود. محمد كان يقول لي انه هلا مش وقتها، وامرار كان يقول لي يلا ارجع بس لما اشوف الوقت مناسب حارجع. وان شاء الله انا بشوف انه القتل هو جبن، يعني مش عم يقدر يوصلوا الرسالة، بده يخلصوا منها جسديا، وهذا بيزيدنا من عزيمة لحتى نقدر حتى نعمل اللي استشهدوا عشانه، ان كان يعني كل شهداء الثوره خاصه محمد شطح. وبرجع بقول وبرجع بعزي عائلته وبقول لهم انه محمد كل واحد فينا محمد شطح، كل واحد فينا ساكن فيه محمد شطح. محمد ما مات، حيدله عايش معنا وحنكمل هالمسيره باذن الله، وما يفكروا انه نحن خايفين، لا مش خايفين. وان شاء الله يعني المحكمة جاي ب 16 شهر، وهذه بداية لسقوط هالمجرمين واحد ورا الثاني، وحتشوف يا بولا وبوعد اللبنانيين انه هن حيشوفوا كمان ايضا انه لبنان اللي بيحلموا رفيق الحريري ولا محمد شطح ولا الجميع حيصير مثل ما بدنا اياه. وشكرا. شكرا لك دولة الرئيس، الله يعطيك الصحة والقوة والصبر على التحمل المزيد والمزيد. بشكرك على هذه المشاركة. ما بعرف ست نينا إذا بتحب تقولي شيء، يعني حبي عزيك مباشرة على الهواء ويقلك أنه كل واحد فينا اليوم هو محمد شطح. الله يرحمه، الله يرحمه، يرحم كل الشهداء، الشهيد رفيق حريري وكل البقايا العايشين والميتين والحبل على الجرار. هيدي مسبحة ما حتوقف. اليوم الحزن عندي شيخ سعد، اليوم الحزن عندي، بكره رح يكون عند غيري ولح هيك نقضيها. هيدي هي الحقيقة. الكفار كتار، اللي قتلوه هن الكافرين، اللي قتلوه لمحمد شطح، واللي فكر بقتله لمحمد شطح، واللي فكر ودبر وخطط لقتله لمحمد شطح كافر بجهنم، وشهدائنا بالجنة. أنا مرة مؤمنة، أنا مرة مسلمة سنية منفتحة وبحب الحياة. محمد كان يحب الحياة، والحياة لحد ضل ماشي. حياة كانت تلبق له ستنينة وتلبق لأمثاله على كل حال. الله يسلمكم كلكم، أنا متشكرتكم كلكم. شكرا شكرا. نحن بعد ما لح نختم، بعد بدنا شوية وقت نقضيها ببيت محمد شطح عشان ريحته يمكن من هل من فكره بيتكم من أخباره. دائما حوالي، دائما حوالي، هذا بيتكم. كيف عرف الخبر عمر؟ كان الوقت بسان فرانسيسكو الساعة 3 بعد نص ليل. صاحبه قريب كتير منا كمان بسان فرانسيسكو، راح لعنده ويدق على الانترنس ما يرد عليه. بالاخير تلفل لي قال لي انتي بليز اعطيني الكود بدي اطلع لعنده. اعطيته الكود، قلت له اطلع لعنده، فايقه وقال له البابا مات. البابا مات.
هو اخذ شغلة جديدة هلا هو، وكتير كتير ديماندينج الشغلة. ما كان صار له فيها هلا، ما صار له أربعة أسابيع. قال لي مام بي سترونج، مام بي سترونج، وير اول اراوند يو، وي لاف اور داد. وانت قويه ست نينا، يمكن الله يسلمكم كلكم. خلي لي دكتور العود بسلمتكم كلكم. الله يخليكي دكتور منلا. يعني سمعنا الى رساله من الرئيس الحريري، رساله مؤثره. من وقت ما ابتدى العمل السياسي من 2005 كان والده يعني اول شهيد بهذه السلسله، وبعدها يعني مستمره، ونشوف اليوم عم نرسي رفيقك وصديقك محمد شطح رسالة استمرار ورسالة أمل ووعد أنه ما حدا رح يستسلم بالبلد. بس تعتقد اليوم الشباب المناصرين اللي عم بيسمعوا اللي هالقد عندهم حزن وهالقد عندهم غضب، كيف رح تكون ردة فعلهم بالأيام المقبلة؟ ما عندك مخاوف بكرة من الصورة الإعلامية؟ شو رح يطلع بالجرايد؟ على شو رح نوعها؟ يعني بيقدر بعد الرئيس الحريري يهدي الشارع برأيك، يهدي الناس، أو عم نوصل لمطرح أمور أصعب وأصعب؟ أنا باعتقادي هيدي مانا وظيفة شخص أو حزب أو تيار، هذه مسؤولية لبنانية. أنا عندي كل الإيمان أنه لما مطلوب من اللبنانيين يختاروا بين القاتل وبين الضحية رح يختاروا الضحية، وخصوصا إذا الضحية مثل شهداء ثورة الأرز، وعلى يعني أحد هالشهداء هو محمد شطح. الناس ما بتغلط، ميزانة بتعرف الصح من الغلط. فأنا بكمل رسالة دولة الرئيس سعد الحريري، وبقول علينا نحن كلبنانية مثل ما الكل ذكر وحكي، أنه نحن اليوم أمام واقع، في طرف بده يلغيكي، في طرف بيقول منك مقبول شريكي إلا بشروطي، وبين اللبناني اللي بيقول أنا ما بقبل إلا عيش بكرامتي، عيش معك بكرامتي. فأنا برأيي الكرة في ملعب الطرف الثاني. برجع بقول القاتل هو الضعيف. لو طلع واحد قدر يقارع محمد شطح بالكلمة بالفكر ما كان قتله. على كل حال الرئيس الحريري إنه هي مسألة جبن، القاتل هو جبان أيضا. ست ماي، يعني حضرتك طبعا تعرضت شهيدة حية، وأنا استخدمت هذه الكلمة على كل اللي كانوا موجودين اليوم بيت الوسط، وشريحة كبيرة أكثر أيضا من مدرسة 14 أذار تؤيد سياسيا هذا الفريق. كل شخص بيطلع من بيته معرض أنه يكون هدف، احيانا هدف سهل، احيانا هدف اصعب بشوي، مثل ما شفنا الرئيس رفيق الحريري كان هدف صعب بس كان الوصول له منه مستحيل. شفنا هلا اليوم كمان الوزير شطح، هيدي قصه الايزي تارجت بولا. مثل ما كان عم ينقال من شوي انه كل الاستاذ يمكن قال من شوي انه كل واحد بحضروا له قد ما لازم، قد ما لازم بالمكان الموجود فيه. يعني مع تغير التقديرات كان قصير وجورج حاوي وميشي ضياء كلفتها 400 جرام اكسبلوزيف، مش اكثر من هيك انت. بينما اليوم شفنا 40 سياره متفجره، 40 كيلو جرام راح فوق ال 70 ضحيه بين جريح وبين قتيل. خمس قتل. يعني هن بيقرروا انه فلان بدهم يتخلصوا منه، وبيلاقوا حسب كل واحد وين موجود. بس ما في شيء اسمه ايزي تارجت وديفيكلت تارجت، لانه بالنتيجه الرئيس الحريري اكبر مثال انه ممكن يكون عندك اهم الاجهزه لمنع التعقب او لمنع لتفكيك الاوند والفريكونس، وبالاخر يقدروا يوصلوا لك. بس يمكن نحن هون هلا وصلنا، ما بعرف اذا وصلنا تقريبا لختام الحلقه، ولكن لما عم نحكي عن الخوف وعن الشجاعه وعن جمهور 14 أذار وعن الجمهور يلي بده ينقي، يا بده ينقي ثقافة الموت، يا بده ينقي ثقافة الحياة، يا بده يضل متطلع على لبنان المستقبل. أنا هون يعني نهار الأحد
يلي هو واقع بين عيدين، يلي هو عيد ولادة السيد المسيح نويل يلي قطعنا عليه الثلاثة الماضي، ورأس السنة كمان الميلادية يلي جاية الثلاثة. الأحد بدي أعتبره مناسبة ودعوة للكل، يمكن قداس للمسيحيين وصلاة بالنسبة للمسلمين، يلي هو نجتمع كلنا مرة جديدة ايا كانت انتماءاتنا الحزبيه. يعني اول اخر لما نزل جمهور 14 اذار ما كان ناطر الاحزاب هي تدعي العالم لينزلوا على الطرقات ليعبروا عن رايهم. ان شاء الله بيساعدنا الطقس، وان شاء الله كل واحد يقوم يلبس ثيابه ومن بيته ينزل يشارك بتشييع الشهيد يلي ما بيستاهل ابدا يلي صار معه محمد شطح، لانه كل لبناني مشروع شهيد، مش فقط بعض رموز 14 اذار، لانه هن مقررين يخلصوا من كل لبناني حقيقي بيستاهل هيدي التسميه. نهار الاحد بتمنى يجتمعوا كل اللبنانيه لنصلي عن روح الشهيد، ومره جديده نفرجي لكل يلي عم بيحاولوا الغاء كل شيء اسمه لبناني حقيقي انه لن يقدروا على الغاء كل اللبنانيين الاحقاء. بقى دعوة للجميع للتوجه نهار الأحد إلى ساحة الشهداء لحتى نصلي كلنا عن روح الشهيد وعن وندعي لخلاص لبنان ولولادة لبنان الجديد، ولو كنا عم نزرع ضحية ورا ضحية. نعم استاذ عبد الغني الكبارة، يعني هيدي الدعوة اطلقتها هلا ميشدياء، تتوقع انه الناس مرة جديدة ترجع تنزل فعلا بكثافة وتودع هذا الشخص الوديع يمكن اللي حبته كثير، بس كم مرة فيك تجمع لحظة مثل 14 اذار؟ هل ممكن ذلك اليوم؟ شوفي ست بلا، القضية هي مش قضية شخصية، القضية هي قضية مبدأ. إذا كان فعليا هاللبنانيين اللي عم نسمعهم على مدى السنين الماضية واللي هن كلهم عم يقولوا يعبروا عن إرادتهم فعليا للتغيير ولتحسين الواقع اللي نحن عايشينه، وخاصة جمهور 14 أدار عليهم أنه نسب تنهار الأحد، أنه هن كمان على مستوى المسؤولية وهن اللي بدهم يصيروا، نحن والكل وكل القيادات هي اللي لازم تصير وراهم مثل ما صار ب 14 شباط ومثل ما صار ب 14 اذار. عليهم انه يثبتوا انه فعلا هن بدهم يخلوا ارادتهم اراده المحبه، اراده الاعتدال، اراده لبنان اولا انها تنتصر، ولازم ينزلوا على ساحه الشهداء ولازم يعبروا عن رايهم، ونحن كلنا حنكون هنيك، وانا خاصه بدعي طرابلسيه للي هن فعليا بامس الحاجه لحتى انهم يعبروا عن حريه واستقلال القرار اللبناني، للي نحن اكثر الناس عم ندفع ثمنه بهالحقبه الحاليه هيدي بكل بين كل المناطق اللبنانيه. طرابلس لازم تنزل لساحه الشهداء نهار الاحد وتعبر فعليا وتوقف الى جانب عائله محمد شطح و14 اذار، وتوقف الى جانب المبادئ اللي نحن ناضلنا وحاربنا كرمالها وراح كرمالها كل هالضحايا من الشهداء. ومثل ما قال الشيخ سعد، نحن عارفين تماما انه يمكن ما يكون اخر يعني المسبحه هو الشهيد محمد شطح، ولكن نحن مثل ما قال كمان نحن ما بنخاف، نحن لا بنخاف من الموت، ما لانه بنحب الموت، نحن بنحب الحياه، ولكن نحن بنحب لبنان قد ما بنحب حياتنا، ورح نضحي كرمال لبنان مثل ما بنضحي بحياتنا، ورح نضحي بحياتنا مثل ما بنرفض انهم يضحوا بلبنان بهالطريقة هي وبهالاسلوب هذا للي نحن عم نشوفهم انهم عم يمارسوا علينا. نعم. فشكرا لك على هالحلقة، وبنعتبر انه نحن هيدي دعوة فعليا لكل حر بلبنان لحتى انه يعبر عن رأيه نهار الأحد. نعم. دكتور نديم ملا، بدي اختم معك هذه الحلقة، شو بتقول بختامها؟ شو بتقول لصديقك ولجارك؟ يعني حضرتك بالتاسع، نحن بالطابق السابع، كنت تصبح فيه، كنت تشوفه بشكل دائم، شو رسالتك الإنسانية والسياسية بالآخر؟ بقول له يا أخي محمد، أولاً رح أشتاق لك، أنا متعود على القليلة مرتين ثلاث مرات بالأسبوع بنزل قهوتي وبيجي بالصبح انا وياه، فرح اشتاق له. هذا يعني
قصة مش سهلة لإلي، لعلاقة دامت حوالي 50 سنة. وعلى الصعيد السياسي رسالتي واضحة، أنا أتوجه بكل صدق حتى بهذه المرحلة الصعبة للطرف الآخر بلغة محمد شطح، وقل له اعترف أنه أنت مأزوم وأفقك مسدود وما عندك بديل إلا تتخلى عن أساليبك، ومجبور تقعد مع شريكك بالوطن وأنت مسؤول تتحاور معه. ما هو اللي عم يمنع الحوار؟ أنت عم تمنع الحوار. وأنا بتمنى بكل صدق بلغة محمد شطح برجع بقول أنه الطرف الثاني يعي أنه أفقه ما إله، ما 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 حيوصله لمحل، وبتمنى عليه أنه يفهم اللبنانية مثل ما هو معتبر حاله خيرة اللبنانيين. البقية اللبنانية كمان خيرة وعندهم نفس الإصرار وعندهم نفس الإيمان ومحبة للبنان. أشرف الناس؟ لا، مش أشرف الناس بالمفهوم المتعارف عليه، هن خيرة الناس، خيرة الناس، وكل الناس خير وبركة. أنا بتمنى بكل صدق أنه هن يعترفوا بالمأزق اللي حطوا حالهم فيه ويساعدوا حالهم ليطلعوا منه. هذا رسالتي. بتمنى عقل محمد شطح وفكر محمد شطح وانفتاح محمد شطح يسود عند الطرف الآخر. شكرا لك على هذا الأمل. نحن بنختم هذه الحلقة، بدي أشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا الليلة، وبدي أشكر أكثر شيء عائلة الشهيد محمد شطح. بدنا نرجع نتعود على هذه التسمية الجديدة اللي بدها ترافقنا لسنوات وسنوات. بدي أشكر من قلبي السيدة نينا إنها فتح البيت، بيت محمد شطح اللي دايما كان مفتوح لكل الناس، وفتحت اليوم البيت للإعلام ليتعرفوا الناس أكثر على هذه الشخصية، ليفشوا خلقهم يمكن أصحاب هذا البيت. بدي أعزي من قلبي عمر، وبدي أعزي راني، وأشكرهم على استضافتنا بهالنهار الصعب والأليم. مشاهدينا بتمنى تناموا سالمين ويكون أيامكم هادي كلها أمن وسلام، خاصة بفترة الأعياد. أنا بشوفكم بكرة كمان بحلقة خاصة. إلى اللقاء. مرة جديدة تطال يد الغدر والقتل شخصية لبنانية تمثل الاعتدال والانفتاح في قوى 14 من آذار. إنه الوزير الشهيد محمد شطح، شخصية وطنية تميزت بالحكمة وبعد الرؤية السياسية والاقتصادية والمالية، واتخذت من الحوار وسيلة للنقاش مع الآخرين، وسيرته الذاتية أكبر دليل على إنجازاته وأعماله. ولد محمد بهاء شطح في مدينة طرابلس عام 1951، متزوج وأب لولدين. أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في المدرسة الإنجيلية في طرابلس والإنترناشنال كوليدج في بيروت.